تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع المخدرات والجريمة المنظمة تواصل حملاتها لمكافحة جرائم ترويج الإتجار وزراعة المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بشباب واقتصاد الوطن. هذا وتمكنت خلال شهر مارس من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الإطار، نستعرضها في التقرير التالي. تسطر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجاحات متواصلة على صعيد المجابهة الفاعلة والحاسمة لجرائم زراعة والإتجار وتهريب المواد المخدرة، بما يساهم في الحفاظ على الشباب من خطر الوقوع في براثن الإدمان. وقد حققت الإدارة خلال شهر مارس نتائج كبيرة بعد استهدافها لبؤر الإتجار في المواد المخدرة والعناصر الإجرامية الضالعة في تهريب وزراعة تلك السموم، حيث استطاعت خلال تلك الفترة ضبط 2178 قضية ب 2285 متهما، في حين تنوعت المضبوطات من المواد المخدرة خلال ذات المدة، فقد تم ضبط أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش، وضبط قرابة 8 أطنان و 304 كيلوغرامات من مخدر البانجو، إضافة إلى ضبط أكثر من 22 كيلوغرام من مخدر الهيروين. كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 20 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، ونحو 6 كيلوغرامات من مخدر الآيس، وقرابة 8 كيلوغرامات من مخدر الأفيون. كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 100 كيلوغرام من بذور الخشخاش المخدر، ونحو 100 كيلوغرام من بذور القنب المخدر. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، تمكنت الإدارة من ضبط 92,000 قرص كبتاجون وما يقارب 181,000 قرص مخدر متنوع، ونحو 138,000 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و 1342 طابع LSD. الإدارة وعلى صعيد استهدافها لأماكن زراعات المواد المخدرة تمكنت من ضبط ما يقارب 216 فداناً ونصف منزرعة بنبات الخشخاش المخدر، وأكثر من 14 فدان منزرعة بنبات القنب المخدر، حيث تم اقتلاع تلك النباتات المخدرة وإحراقها بما يمثل رادعاً لكل من تسول له نفسه زراعة تلك السموم. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 433 مليون جنيه. كما شنت الإدارة حملات على سائق الحافلات المدرسية وعلى الطرق السريعة لضبط متعاطي المواد المخدرة منهم، ونجحت تلك الحملات وخلال شهر مارس في ضبط 1720 حالة إيجابية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وعلى صعيد تصديها لجرائم غسل الأموال، نجحت الإدارة في ضبط 7 قضايا غسل أموال بقيمة 380 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. هذه الأرقام تعكس حجم ما تبذله وزارة الداخلية من جهود لتجفيف منابع المخدرات والتصدي لمروجي تلك السموم لحماية المجتمع من تداعياتها السلبية الصحية والاقتصادية.